لله وعلى آله وصحبه والاه. سأل يقول: ناس الدعوة والخروج في سبيل الله الذين يتحدثون عن الصفات الست، ما رأيك فيهم؟ ديل أيضا من الجماعات الكثيرة التي فرقت المسلمين، وهؤلاء لا يدعون إلى توحيد الله عز وجل، بل لا ينهون عن منكر أصلا. يعني واحد تلقاه تابع لجماعة الدعوة والتبليغ، ما أصلا ما بينهاك عن المنكر، ولا بقول لك هذا من المنكرات، لأن أنا بقول لك كده الناس بينفروا، عرفتها؟ وده أخواننا من الباطل. ربنا قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن شنو؟ عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. بعد ذاك أصلا جماعة التبليغ أسس واحد اسمه محمد إلياس الكاندهلوي، عرفتها؟ ده من الهند، وأسس هذه الجماعة بناء على 4 طرق صوفية: الجشتية، ودي طرق برا السودان، والنقشبندية، والسهروردية، ومعاها الطريقة القادرية. القرينا لك من كلامهم الجبيل البنادو اللي هو عندهم طرق كثيرة جدا من الجماعة التابعين للقادرية، دي للجماعة بتاعين والبدر مثلا. نديك بس نموذجين من عقائد هذه الطريقة. طيب، قال صفحة 72 من واجبات الشيخ على المريد، يعني انت خشيت معهم في الطريقة القادرية، ليه تخش معهم؟ قال بيجيك الفضائل دي. قال صفحة 75، قال رضي الله عنه، ده الشيخ القادري بيتكلم عن نفسه، قال: 4 فرض على الشيخ للمريد. في حاجات 4 الشيخ واجب عليه يعملها للمريد، يعني الحوار التابع. قال: الأولى يحضره عند الموت يلهمه الشهادة. أول حاجة بيجيك لما تجي روحك تمرق، بيقوم يديك الشهادة ويلقنك الشهادة، وربنا سبحانه هو لو بيقول لك قل لا إله إلا الله وكده ما فيها مشكلة، لكن بيقول الشيخ لو ملك الموت دار يقبض روحك وأنت على غير التوحيد، بيقوم بيدخل مع ملك الموت، وزي ما بيقولوا هم بيجاسوا الشغلانية، فهمت؟ الثاني قال: عند سؤال الملكين يلهمه الجواب. عند سؤال الملكين في القبر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه ثم ينتهرانه فيقولان: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن فيقول: ربي الله، والرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ودين الإسلام. فيقال: ما علمك؟ فيقول: قرأت القرآن. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافتحوا له بابا من الجنة وأفرشوه من الجنة. فيأتيه من ريحها ويأتيه رجل حسن الثوب وحسن الرائحة، فيقول: من أنت؟ فإن وجهك الذي يبشر بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وأما العبد الفاجر إذا كان في إقبال على الدنيا وإقبال من الآخرة وترك للآخرة وإقبال على الدنيا، نزلت إليه ملائكة سود الوجوه، إلى قول عليه الصلاة والسلام: فيقعدانه الملائكة فينتهرانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. دجنه ده العبد الفاجر. تاني ما في جواب يا أخوانا، جو الصوفية دخلوا لنا برضو في الموضوع ده جواب في النص، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك في جوابين: زول تمام بيجاوب تمام، زول ما كان عمله تمام بيجاوب غلط. ديل جا قال لك شنو؟ قال الشيخ بيتدخل يقول له: اسمع، الزول ده رب الله، ها رب الله، ما بيلهمك الشهادة كيف؟ يقول لك: دين الإسلام ماشي عليه، ما قدر. يا ناس ده مش كفر بهذه العقيدة، عقيدة عذاب القبر، دي نفس عقيدة التراب واحد، وين اختلفت طرق الإنكار. قال الجواب الثالث: عند الميزان يرجح له الحسنات الشيخ، ها. وربنا قال عن يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شنو؟ شيئا، والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك، لا نافية، وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ناس اللغة العربية عارفين الحاصل، فهمت؟ ما بيملك لك ولا شيء، لا حسنات ولا غير حسنات. ده قال الشيخ بيجي يرجح لك ميزان الحسنات إذا بقيت معه. قال والرابعة:
يسهل له الجواز. انت قال يعني هو رايد بيمشي يطلع لك الجواز يعني والرقم الوطني؟ لا، الجواز على الصراط يعني، فهمت؟ وقاموا سألوه، فهمت؟ قالوا له كيف الزول يعرف الشيخ المريد، يعرف الشيخ يوم القيامة كيف؟ الناس مع كثيرة من زمن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، تعرف شيخك كيف؟ قال لي كل شيخ طبل، قال ويعرف كل مريد شيخه بالطبل. الطبل يعني النوبة، يعني تحفظ من هنا النوبة بتاعت القادرية الدقة بتاعتهم كيف، دل 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 دي حقتهم، دل 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 دي حقت السمانية، دل في الأولى وثلاثة في بتاعت ختمية. المين تحفظ الدقة حقتهم وتجي يوم القيامة. وربنا قال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا نوبة إلا همسة، فهمت؟ وربنا قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ما بيتكلم لكن نوبة وكذا. بعدين النوبة دي فكية بليد مكونة من شنو؟ من جلد، صح ولا ما صح؟ النوبة مكونة من شنو؟ خشب وجلد. هاي يوم القيامة البهيمة تجي لابسة سيوتر ولا التبروقة حقت الشيخ؟ ما بتجي لابسة جلد يا بليد، ما في وهمات كلها، والله كلها وهمات وكذب عجيب مرة واحد. فدي المكونة منها جماعة التبليغ والدعوة، تلقاهم قاعدين في المساجد في انت وعاملين العجور والشطة والحلة مدورة، يقول لك مارقين في سبيل الله، دي الناس مجرمين ما تمش معهم. والشيخ الألباني رحمه الله قال هذه صوفية عصرية